صباح الخير. هل شرب القهوة بشكل يومي ممكن يؤثر بشكل سلبي أو إيجابي على صحتك؟ على مدار العقود الماضية عدة دراسات أثبتت أن شرب القهوة بشكل يومي له تأثير إيجابي على كتير أمور في حياتك، منها أورام الكبد، أمراض القلب، وبشكل عام الصحة العامة. ولكن في دراسة جديدة طلعت على مئات الآلاف من الأشخاص اللي تم متابعتهم على مدار سنين كتير طويلة، وجدت أن شرب القهوة المعتدل بشكل يومي، تعريف معتدل بين فنجان لثلاث فناجين بشكل يومي، أدى إلى تقليل نسبة الوفاة بما هو يقارب تقريباً 30%. فالناس اللي بيشربوا قهوة بشكل يومي نسبة الوفاة عندهم كانت أقل ب 30% من الناس اللي ما بيشربوا قهوة. مش بس هيك، حتى إنك تحلي القهوة، يعني تشربها قهوة محلية أو مع سكر، الناس اللي شربت القهوة بيعتبروا إنه شرب القهوة مع سكر مش مفيد أو ملوش داعي، حتى إنه لو بتحليها برضو كان هناك 30% تقليل من نسبة الوفاة مقارنة بالناس اللي ما بيشربوا قهوة. بشرى سارة لجماعة القهوة، شريط القهوة، انطلقوا، شير، لايك، كومنت على أعلى المستويات، خلي المعلومة توصل للجميع، وخلي اللي ما بيشربوا قهوة يصيروا يشربوا قهوة، ويعطيكم ألف عافية.